الاستحواذ والذي يمثل خطوة تاريخية لبيت التمويل الكويتي للتحول من بنك متوسط الحجم بالمعايير المحلية والإقليمية إلى بنك كبير نسبياً، حيث سيكون أكبر بنك بالكويت والبحرين، وسيتقدم في الترتيب من حيث الحجم إقليمياً من المركز 11 إلى المركز السادس. هذا التحول المؤثر في حجم البنك سيتيح له مزايا عديدة يدركها تماماً المتخصصين في القطاع المصرفي، وأهمها أن بيتك كبنك كبير سيكون بإمكانه الحصول على شروط تفضيلية فيما يتعلق بتمويل البنك، وبالتالي تخفيض الكلفة التمويلية، وكذلك الاستفادة من القاعدة الرأسمالية التي ستفوق 10 مليار دولار، والتي ستؤهل البنك للتمويل منفرداً العديد من المشاريع الضخمة، مما سينعكس إيجاباً على ربحية البنك، وسيحقق الاستحواذ كذلك للبنك انتشار جغرافي في حوالي 12 سوق، مما سيوفر لعملائه الخدمات المطلوبة مع ميزة تنويع المخاطر السوقية لأنشطته.